نظام التعليم في باكستان يندرج في فئة الأداء المنخفض، فما السبب؟ سلط تقرير مؤشرات أداء التعليم بالمنطقة الضوء على المجالات الحاسمة والمؤثرة في تحسين نتائج التعليم. التقرير أوضح أن التعليم في باكستان يأتي ضمن الفئات الإدارية ذات الأداء المنخفض، والسبب بحسب التقرير نقص المعلمين والبيروقراطية المعقدة في الإدارات الباكستانية. التقرير يغطي 134 مقاطعة في جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك بلوچستان، خيبر بختونخوا، البنجاب وأقليم السند والعاصمة إسلام آباد. education की जो एक deteriorating जो situation है पूरे मुल्क में उसकी बहुत सारी reasons हैं. सबसे बड़ी reason तो देखें कि उस education का महंगा हो जाना. सरकारी स्कूलों में एक रुझान बहुत ज़्यादा जो बढ़ चुका है. وذكر التقرير أن أيا من المقاطعات 134 لا تقع ضمن فئة الأداء المرتفع جدا، وأن إسلام آباد فقط تقع ضمن فئة الأداء المرتفع، مما يجعلها خارجة عن المألوف باعتبارها الأعلى أداء في عموم باكستان.